السلام عليكم. نكمل الموضوع. وصلنا عند الترانس جينيك مايس. حكينا قبل الترانس جينيك مايس بالجين ثيرابي لما كان في عندنا فيكتور ونعدل احنا على الدي ان اي تبع الفيكتور، والفيكتور يدخل على الخلية تبعت الانسان ويعدل عليها. بس حكينا انه الفيكتور ما بيقدر، يعني الاشي اللي يتم تصليحه، الجين اللي يتصلح لا يورث عند الناس اللي نستخدم الفيكتور عندهم. ليش؟ قلنا لأنه الفيكتور يجي ويصلح الخلايا نفسها اللي مصابة بالمرض، ما بيصلح كل الدي ان اي موجود عندي بالجسم. فعشان هيك نيجي للنوع الثاني اللي هو ترانسجينيك مايس. هون بقدر ايش اورث هذا الاشي. ليش؟ لاني انا قاعد بعدل على اما اوفا، اما اعدل انا قاعد على البويضة نفسها قبل ما يتكون الجنين، او لبعد الاوف بشوي لحتى يصير عندي بلاستوسيست، بعدل على البلاستوسيست، فبالتالي كل الاجنه اللي راح تتكون راح تكون معدل الجين عندها. يعني مثال هون بحكي لك عن الترانجينيك مايس. بيقول لك النوعين اللي حكيناهم. مثلا اول نوع اللي هو انه انا بدخل الجين انتو فيرتلايزد اوف، كيف بنجيب الجين مايس ناخذ الفيرتلايزد اوف منها. بعد ما ناخذ الفيرتلايز اوفر بنعمل مايكرو انجكشن للكلون دي ان اي على الدي ان اي الموجود عندنا بالاوفر، تمام. وقت بعدين بده نرجع ايش الاوفر اللي عدلنا عليها لمايس ثاني او لنفس المايس زي ما بدك. طبعا اذا عدلت هاي الاوفر على مايس او على ماوس ثاني، هاي اسمها ايش؟ سروجيت ماذر. سروجيت ماذر يعني انت قاعد تدخل جنين او بويضه مش من نفس الأم هاي، يعني داخل إشي جديد عليها. فهون إذا هاي الأم جديدة وأنا بدخل على الأوفر، هاي سيروجيت مذر. وقتها لأني أنا عدلت على البويضة نفسها على الأوفر نفسها، راح يطلعوا السبلينجز كلهم إيش أو الأوس الأوف سبرينجز كلهم فيهم هذا الجين المعدل، فالأوف سبرينجز أر ترانسجينيك، تمام. هاي أهم شغلة عندي. بعض استخداماتها مثلا إنه أنا بدي أجرب دواء لارتفاع الكوليسترول بالدم. طبعا باجي على المايس الكوليسترول عندها مش مرتفع، يعني صعب انك تخلي المايس الكوليسترول عندها عالية، يعني مش زي انك تخلي مايس مثلا يصير عنده دايبيتس، ممكن انك تخرب البنكرياس عنده فيصير عنده دايبيتس، بينما انك تخلي الكوليسترول عنده عالي كيف؟ فبحكي لك بنجيب اوفا وبنحط الجين تبع ال دي ال لما يكون عندنا الجين فيه مشكلة بال دي ال، فبحقنه بالاوفا، فالصغار اللي ينولدوا للام هاي راح يكون عندهم مشكله اللي هي ايش؟ ارتفاع نسبه ال دي ال والكوليسترول، فيكون في عندهم ايش؟ هايبركوليستروليميا وال دي ال مرتفع عندهم. فوقتها بقدر اجرب عليهم الدواء ان الدواء بينزل الكوليسترول ولا ما بينزله، تمام. طبعا هون في مشاكل نفس المشاكل اللي اول، يعني انه في عندي مشكله بالانتجريشن، لان مش يعني مع انا مايكرو انجكشن لكن مش شرط اني اجيبه بالمكان الصح. والشغله الثانيه اللي هي الاكسبريشن، انه انا بصير في عندي مشكله بالاكسبريشن، هل انه الاكسبريشن للجين يطلع الجين على الحد اللي انا بدي اياه ولا اقل ولا اكثر؟ وانا غالبا بكون اقل يعني، تمام. فبالتالي هي المشاكل اللي ممكن تصير عندي بالترانسجينيك انيمال للفيرتلايزد اوفر. النوع الثاني الترانسجينيك انيمال اللي هو ايش؟ بالامبريونيك ستيم سيلز، تمام. بجيب ماوس باخذ منه، هون في عندي ايش؟ بلاستوسيست. فالفار هذا اخذت البلاستوسيست، جيت شلت جين. لما اشيل جين انا ديليت جين، شلت الجين الجين موجود عندي والجين كان كويس، فانا لما عملت ديليشن فانا عملت نوك اوت اللي هي الضربه القاضيه، فانا شلت الجين نهائيا، بحط بداله ايش؟ جين ثاني، انسيرت كلون جين ترانس جين، تمام. بس في عندي فار ثاني باخذ منه بلاستوسيست ثانية، تمام، وبحقن بحط الجزء من البلاستوسيست مع البلاستوسيست هذول. بس البلاستوسيست اللي هون انا عدلت عليهم، فلما ادخلهم من هون راح يكون في خلايا من البلاستوسيست قديم وخلايا من البلاستوسيست اللي هي موجودة عندي هون، تمام. فلما يكون في عندي بلاستوسيست فيها نوعين من الخلايا هاي، واحد منهم بيكون معدل عليه، فهي بسموها كايميريك بلاستوسيست.
ايوه هون ممكن احط له تعريف فوق انه هي الكايمريك مايس اللي كومبوز اوف تو ديستينكت لاين درايف فروم ذا تو ديستينكت سترين اوف مايس او تو ديفرنت سترين اوف مايس. ايوه وبالتالي هون لما انا برجع ارجعهم على المدار الاوف سبرينجز راح يكونوا كايمريك، يعني فيهم الجينات الجداد اللي هم شايفين اخذوا بعض اللون البني، فيهم الجينات القدام بس يورث هذا الاشي لان انا عدلت على نفس الجينات، انا عدلت على كل الخلايا تقريبا تمام زي ما صار بالاوفا. بينما قبل زي اول بالمحاضرات لما اخذنا المحاضرة اللي قبل هاي ما كنا نعمل نفس الاشي، ما كان يورث لانه الفيكتور كان يهاجم مثلا الليفر، الادين فيروس كان يروح على الليفر ويصلح الليفر مثلا بس، فما ما بعدل على كل خلايا الجسم. بينما هون لا بعدل، عشان هيك بسموه ترانزيم تغير الجين. هاي في عندي سمري للريكومبيننت دي ان اي، يعني عم غيري لكم لون السمري دائما لونها ازرق هون صار لونها هذيك. فعندي مثلا هون هي البلندروم زي ما انتم شايفين، هذا البلندروم الكت ليفينج ستيكي ان سكيل، نخلي حرف الجيم من هون حرف الجيم من هون بقص بقص تمام. فبالتالي لما انا اخلي unpaired base pair اللي هي الجي لحالها فبتكون ايش بدها ترتبط باي شيء، فبالتالي بكون اسمها sticky end تمام. هاي طبعا بستخدمها للريستريكشن ماب اوف دي ان اي حكينا، او للجينيتك اناليسيز تمام، او اني اظبط اخذها واقصها وادخلها على دي ان اي ثاني بعمل ريكومبيننت دي ان اي. بالنسبه للفيكتورز غالبا بيكون بلازميد تمام، بس البلازميد قلنا لازم يكون في ريستريكشن سايت معين حتى اقص منه، لازم يكون في عندي ريبليكيشن اوريجن، لازم يكون في اوريجن حتى نبلش منه، ولازم يكون في ريزيستنس للانتيبيوتيك لانه لما مش كل البكتيريا راح تاخذ الجين، فلازم البكتيريا اللي ما تاخذ الجين تموت حتى تظل عندي البكتيريا اللي اخذت الجين. بالنسبه للاكسبريشن فيكتور اولسو ريكوير، كمان بالاكسبريشن فيكتور لازم يكون في بروموتر حتى يشتغل، لازم يكون في شايند الجارنو سيكونس حتى يسوي ترانزليشن، يعني بروموتر للترانسكريبشن والشايند الجارنو للترانزليشن لانه هو اللي بيرتبط عليها الرايبوسوم. اذر فيكتورز اللي هي زي البكتيريوفيج وغيرها. طيب بالنسبه للابروتش قلنا نوعين، جينوميك دي ان اي وكومبلمنت دي ان اي. الجينوميك دي ان اي لازم يكون في ريستريكشن اندو نيوكليوس فراجمنتس، ولازم وبيكون توتال نيوكليير دي ان اي كلون كل الجينات موجوده، بيكون يحتوي على انترونز. بينما الكومبلمنت دي ان اي قلنا لا، لا بيكون في ريفيرس ترانسكريبشن، بصير ريفيرس ترانسكريبشن من الام ار ان اي بيرجع دي ان اي، بس الجين اكسبريس كلود مش كل النيوكليير دي ان اي وما في يو انترونز تمام. هسه كلونينج بروسيجر ان بكتيريا معروفه هاي، انه ريكومبنت بلازما تدخله على البكتيريا وبعدين نعطي انتيبيوتيك، لازم يكون في انتيبيوتيك ريزيستنس، وبعدين حتى اعمل بلوتينج بستخدم ال 32 بي دي ان اي حتى تروح ترتبط بالجين واشوف وين مكان الجين، او اني اعطي ال 125 ايودين انتي بودي حتى اشوف البروتين نفسه تمام. اليوزز معروفات اليوزز، اما انه جين ثيرابي او ريكومبينت بروتين حتى اصنع بروتينات زي الانسولين، او ترانسجينيك انيمال زي اللي قبل شوي حكينا عنهم. طيب ريديوس كومبلمنت بروب فور بلدز. طيب بالنسبة للأسئلة على السريع، بيقول لك مريض عنده سيستيك فايبروسز، لما أنا تريت باي جين ثيرابي، واحد عنده سيستيك فايبروسز وعالجته بجين ثيرابي، شو الخلايا التارجت للجين ثيرابي اللي بده يصير؟ قلنا بما أنه سيستيك فايبروسز فبالتالي أنا الميوكس عندي ثيك، فاللي أنا بعالجه بالضبط شو بده يكون؟ يكون ابيثيليال سيلز تمام؟ مظبوط، يكون ايش الابيثيليال سيلز زي ما تتذكروا قلنا مريض استخدموا الادينو فيروس لمريض عنده سيستيك فايبروسز حتى الهوست يكون الابيثيليال سيلز تاعت اللنج، لانه تعدل على الابيثيليال سيلز الموجوده هنا، لانه الابيثيليال سيلز نفسها ما فيها بيكون فيها مشكله بالسي اف تي ار جي تمام. لا حول ولا قوه الا بالله. السؤال الثاني يحكي لك فارماكيوتيكال فيرم انترستد ان بكتيريا برودكشن من الثايميدريس سينثيسيس،
يقول لك من كل السؤال يقول لك لازم اصنف ثاني ميداليه سينثيتيز، في عندي بلازمد تمام، وفي عندي كومبلمنت دي ان اي، في عندي انتيبيوتيك ريزيستنس جين، في عندي اوريجين، في بروموتر، شو ظل عندي؟ ظل ايش؟ شايندل جيرنو، ما جابوا شيء. بالتالي الجواب شايندل جيرنو. السؤال اللي بعده بيقول لك من كل السؤال ان في عندي سيكونس هي بلندرومي، بس بيقول لك السيكونس هاي بطل يتعرف عليها الجين لانه صار فيها مشكله. شو ال 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 شو الشكل الاصلي اللي الها قبل ما يصير لها المشكله؟ فانت تتفرج هل هاي بلندرومي؟ وين المشكله فيها؟ احكي لك هاي كانت بلندرومي. لو تتذكر قلنا بلندرومي بنقص من النص هيك وبنقعد ايش نوصلهم ببعض. فلو نيجي نقص من النص ونشوف هل الجي ترتبط مع الجي؟ لا. هل التي ترتبط مع الاي؟ نعم. وهل الجي ترتبط مع السي؟ نعم. اذا المشكله باول تو بيس بيرز، لانه الجي ما ترتبط مع الجي، لازم واحد منهم يكون سي. فبالتالي اللي كان شكلها الاصلي ولما كانت بلندرومك 100% كان بدل واحد من هذول الجيات في سي، فبتطلع وين في خيارات، خيار دي اي في سي بدل الجي، وقتها صار بلندرومك. تمام. ثاني ايش بقول لك، زي ما اعطيتكم انا مثال قلت لكم في واحد بدي اعدل انا على بعض الفيران واظبط ال دي ال او اخرب ال دي ال ريسبتورز حتى اشتغل عليه مثلا، فبالتالي شو هاي العمليه بيكون اسمها ولا ايش تستخدم؟ زي شو هاي العمليه حكينا، بما انه الترانسفورم للفيرتلايزد اوفر انا قاعد بحكي عن ترانسجينيك مايس، مظبوط؟ وهي ترانسجينيك مايس. تمام، هي الاجابات، وهيك نكون خلصنا تشابتر 6. سامحوني جدا على التقصير، يعني مثل تشابتر شوي صعب وشوي فيه زناخة يعني. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.